عن دريمي فرحات. لم أكن أعلم مكان أجراء العملية. الحمد لله أن مستشفى بارجيل وافق على إجرائها لي وبالمجان. سعدت كثيرا عندما تلقيت خبر موافقة المستشفى على إجراء العملية. الحمد لله. ما داب اللي يرى عمليات بلغو سمعين أيها بلاش. الحمد لله وانا فرح سنة وانا قنع سنة. لما شفت الإعلان في الجدة الرسمية تواصلت مع مستشفى برجيل في الإدارة، والإدارة حولوني إلى قسم العيادة القلبية، أخذوا مني البيانات وبعدها جبت الأوراق كمان المطلوبة الدوكيومنتيشنز، وعملوا لها فحص كامل في القلب، وبعدين تم إقرار إنه هناك يجب أن تكون هناك عملية قلب مفتوح. الحقيقة كان لي شرف التواصل مع الحاجة صوفيا وإخبارها بخبر الموافقة على دخول هذه المبادرة، والحقيقة هو شعور طيب في فريق العمل بالكامل. إحنا نشعر بالسعادة بسبب هذا العطاء، وإحنا بنشعر إن معنويات المريض هي أهم عامل بنعمل عليه. تم اختيار المريضة صوفيا كأولوية من هذه الحالات بسبب وجود مرض يعتبر نادر في أمراض القلب، وبسبب ضرورة عمل الجراحة بشكل عاجل لها، وهي وجود ورم داخل تجويف الأذين الأيسر للقلب. هذا الورم يؤدي إلى إعاقة حركة الدم داخل القلب وحركة الصمام، وبالتالي كان يؤدي إلى نوبات من تسارع ضربات القلب والهبوط الحاد في الدورة الدموية. أعطينا الحاجة صفية الأولوية بسبب هذه الأسباب، وإن شاء الله بتؤدي الجراحة اليوم، وإن شاء الله نطمئن عليها ونطمئن على نتائج هذه الجراحة. مع المستشفى خبروني إنه العملية ستتم تم الموافقة عليها وحتكون مجانية. فعلا أخذ عنا عبء كبير، خاصة عبء مالي، وكون العملية يعني ضرورية وطارئة. بحب أطمن الجميع أن تمت العملية بسلام بالحاجة صوفيا، وتم استئصال الورم اللي كان يسبب لها في هذا الهبوط في الدورة الدمية والقلب، وهي الحين الحمد لله في الإفاقة وبحالة طيبة، وإن شاء الله نطمئن عليها في خلال الأربع خمس أيام القادمين وترجع إلى بيتها بالسلامة. أحب أن أشكر دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ خليفة على مبادرة عام الخير، وأشكر المستشفى والطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية.